سيادة اللواء عملية مش بسيطة ومش أي حد كمان يقرأ التدريبات دي، تدريبات شق. اتفضل يا فندم. طيب أنا عايز أتكلم على دورة سيدلي بالذات. إحنا خدنا سيدلي من أمريكا. والدورة دي في أمريكا بيعملوا حسابهم لو دخل 30 واحد اللي بيكمل 15. خلي بالك في أمريكا اللي بيكمل 15 من صعوبتها جدا جدا. ده يمكن في حاجات ما اتقالتش، ان مثلا بيتعلم يسوق دبابه، يسوق طيار هليكوبتر. ده بيبقى يعني بيسموه اعلى مستوى في العمل الخاص. بقول لك في امريكا 50% من اللي بيخشوا الدوره بيخرجوا ما بيكملوش. احنا لحد دلوقتي اعتقد يعني بتاع 30 واحد من عندنا اللي ما كملوش 5، وده رقم كبير يا احمد مش سهل. علاوه اللي احنا نقلنا بقى، لو دخل 30 بيكمل معاك 25. لا ده احنا بعتنا 30 ضابط في 30 سنه اللي فاتت. اللي ما كملش 5 هم عندهم في كل دوره في امريكا. لما يبقى في 30 واحد اللي بيكمل 15 وفي 15 في النص بيمشوا، فده رقم كويس جدا. ولذلك لما احنا طلبنا منهم من مده عايزين نعمل الدوره عندنا في مصر، يمكن احنا كذا دوله بس اللي سمحوا لهم، فسمحوا لنا ان احنا بنعمل الدوره دي عندنا في مصر. فالدوره دي هي ارقى مستوى تدريب للعمل الخاص للانسان. نيجي بقى لاشوف بقى المظلات. كل الولد اللي بيطلع من سيل ده بيبقى عمل كل حاجه، بينزلوا في البحر اهو، بينزل في البحر وبيعمل ابرار بحري، وزي ما قلت لك انه بيسوق دبابه. بيضرب ده رغم ان هو بتاع صعقه. انه وبينزل طبعا في الابرار سيله اللي بتاعه الدوره. فبيبقى ده ارقى مستوى من التدريب من شايف هذا. كمان عاملين ايه هنا؟ احنا ياما انت برضو كان قال بنبقى ساعات نايمين واربعه الصبح وداخلين طبعا طول النهار ضرب واشتباك وخلافه، وداخل اربعه الصبح رامي مخزوفات وعبوات مفجرات في العنبر واحنا قايمين طبعا. كل ده عشان يقومك انك تبقى تشتغل تحت ضغط. اقصى حاجه في ميزه في قوات الصاعقه انك بتشتغل تحت ضغط عصبي وبدني. والنهارده يمكن هو وراك في ميدان الرمايه ان بتضرب رمايه بعد ما بتعمل تمارين كتيره وتبقى مرهق ومجهود بمجهود، وبعدين انك انت تتحكم في اعصابك وانك انت تقدر تنفذ الرماية. ما شاء الله ما فيش واحدة ما صابتش الهدف، ولا طلقة ما شاء الله ولا واحدة. ما انا كنت قاعد مركز مع الـ الاهداف، فكله ما شاء الله. لا وانت شفت متحرك والاهداف المتحركة كله يعني. لا الحمد لله. طبعا بعد الفاصل هبحكي لك حكاية بقى الاهداف المتحركة. مش نافع على الهوا. لا مش نافع على الهوا بعد الفاصل. تمام. طيب هنطلع فاصل، ولكن النهاردة كمان الفريق أول محمد زكي القائد العام وزير الدفاع صدق على قبول دفعة جديدة من المجندين. نتابع ثم فاصل وعود ولواء دكتور سمير فرج.